الحمد لله رب العالمين. سوى الشيء هذه أبان وتع سنين تذكر هذا تدي حلو كبرتون أو ملايين دولار أو أن قرر إنه وقت أي حي أو سفر كيف ربيات يجي إلى إلى هاي أي من قبل ولا أي سنة ولا بس ولا أو خير الله يكون لها صور وحكروا لها إما هدية إلى ظلم يرمى وحكروا لها إما هدية إلى قاوة ويجري سديه ولا تنقطع كل أوعمي سدال بعض مرة سديه ولا تنقطع سالي سالي توماك بحر السوق سديه كشفة إلى ظلم قاوة ويجري ما أهر قلبوا إلى أن يفقلتوا يعني بس كان هو عمل سجال بعض مرة أنت كان هو أرد الكوبو اللي هو كوبو تونيشي كوبو اللي هو استحى سونيشي كوبو اللي هو استحى سونيشي كوبو اللي هو كوبو تونيشي يا كفي كل متاعها أو بدناها تون في جتة أما نفقر توني أما نفقر في نفسي سوبراري هل قفوا طال قريب ما هو سقري أو هذا كي سوبر معي أو ده حسون معي لا يعلم سوء خفيف يعني إلى هبال الله يا ما تدرك هذه الأمور يا أبو رقاينا ما تروى بشير رضان بن فينا بريطانيا ما تروى إلى خير كذا هاي مسير مسير أنا هاي أول خير قبل هاي مسير إلى هاي تقول تهاي ما حرسته أنت ما الله إلى هاي هذا ما حرسته ما كان ينفع لما أنت إلى هاي عن كبر إلى مسير أنا إنه خير من بدري إنه أمارة هاي ليش ميو لما ترى كلامي مو كلامي ترى لا يعطيك قصة على أساس هالبر كلا أعرف هذا كلامي لما ترى إلى هاي مخ من لا كبرينا وحنا هذه أك أبو هذه يا طماع شعب السودان كان في مكان يسمي الحري قارها بدون هرقيسة إلى ملا طماع الكبر وحسب عروس أمرين يا هو هم من كان الحري هو هذه إلى تقول قصة الرعيو وإذن مو بمن سويه هو ذلك لكن مو هو بس عسكري هذي بارجي سبلاه هو يحطوا شلال تاعي بيهم بسوق على كري مركات تمام دولة عام وصفه هو سبلا أي حالة كانوا تونا حالة هو هم اللي من هو اللي يوم مرت هكذا هو حالة وحال وتشون شنا بقول يا شباب عارضك هي إنه وربا سبلا دولة عام مركات دلات حد عدا هو إنه إسلام روبا مركات ما هو دارك إسلام ما أنت نروح يقولنا قومتي أنت أروح يقدر ولا يروح يقدر يا خبان ترى اللي بدر كريه كنت جاي من عامي أشوف يا جامل أيه يعدي كم وصل دار الدارة يحجر سجل من أعلى وبلد يحوسه بين سائل مكا والهل مليون دولار أي ساكن سجل سجل من أسير كلاو بشو يحجر دولار قبل أيه طبعا نروح مرقبين ويحجر دولار وحكيمنا وحنا أبو أبو مهبقة يا دمان دولها مشاركة معي وقبل درس وحضي من السوق المري دمان تقول سوى تعزيين بحلاشة المسوى وحضر آدي أبضل هو مهبقة لنا وحنا سيقارة وسي مهبقة لنا كل كشانات وروحي إيهايين يعني تبدلس يحوق صوت الحالي أن يلقى يقع في دوت فقال الله كل قدر هرقين سيئة برولة يقبل إيهو يهو تعالى إيهو انتي سوق قادرة يقار إيهان سوق قادرة يا الله مهبقة وأتي إلى حيسي وأتي المسلمين أن يجري سيد الله الشيخين أبي صلى الله عليه وسلم وأن يسأل الله يا ربك الله سيد سقف ما يبقى بسرعي كما هو لما يرى بسرعي أنك رسول تقول إلى أين الله حقا لكينا يا إمر يا توي كان أبا رحل سعر فارك هذا فيا لا يدين في مسامي إلى يد القاعدة وحن نسكو منها المقبول يا ربك من يرى لي أن يرى حسن كرعية يا ربك يا أبي ربك في الحوشة كسوك مشيدة أين أقبل الله dowladda hoose iyo wasaaradda dalka iyo arrimaha dowladda waxay fariyeen in qashin sameeyaan bacadaha iyo kuwa kale oo dhan ee ciidiga soo maray waa arrin taasaa lagu filan amar baan lagu filayaa in badan baa la isoo jeediyay talaabo wada salaalayo dadkuna arkaan la taawo hadda wixii uu dara wasaaradda ku shaqaalay waa fulin waxa dowladda mar qaataa oo dib u waayay roob la sabo kuwa aan dulin iyo ka gudbo aadi aad ma sadex asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto
sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhexdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.